رحب بحضراتكم. أول فقرة حوارية، وزي ما كنت بناوه في بداية الحلقة، إحنا الفقرة دي معانا فيها نموذج نسائي ناجح جدا. ليه؟ لأن أولا في مجال مختلف، تاني حاجة دخلت المجال وفي نفس الوقت أبدعت فيه. أنا بكلم حضراتكم بجد، بس أكيد في كواليس، أكيد في حواديت حابين إن إحنا نعرفها منها. خلينا نرحب بالدكتورة وفاء موسى، المحكمة الدولية. لإيه بقى؟ لرفع الأثقال. صباح الفل. صباح النور، اهلا. مجال يعني هنفهم كل حاجه، بس منورانا والله. الله يخليك. اهلا بيكي يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا، وبنستعرض من خلال وجودك فعلا نموذج للمراه المصريه الناجحه عمليا واكاديميا كمان. خلينا نعرف من حضرتك بدايه كده قصتك مع التحكيم في الرياضه دي بصفه خاصه. هل ده كان جزء مثلا من دراسه حضرتك؟ هل الدكتوراه بتاعتك ليها علاقه برفع الاثقال؟ يعني ادينا خلفيه ولو باختصار كده عن حضرتك. تمام. الحقيقة هو أنا خريجة طبعا تربية رياضية جامعة الزقازيق، الحمد لله كان تقدير جيد جدا. الماجستير كان في الإعلام الرياضي، الدكتوراه كانت في اقتصاديات الرياضة المصرية، فهي بعيدة عن رفع الأثقال. تخصصي بس كلها رياضة في الآخر. كلها رياضة. في بداية 1995 كانت بدأت نشأة رياضة رفع الأثقال على مستوى العالم، فكان اول فرق في مصر ما كانش لسه فيه محكمات، او ما كانش لسه فيه لاعبين اعتزلوا عشان يبقوا محكمات. فالاتحاد المصري وقتها لرفع الاثقال بدا ياخد مجموعه الناس اللي هي ملاصقه للفرق الكائنه، فانا وقتها كنت مشرفه مع اول فريق بنات كان في محافظه الشرقيه وقتها. وبدا الاتحاد ياخد العناصر اللي هي اللي عندها الدراسه الاكاديميه، اللي هم زي مثلا تربيه رياضيه، واللي بيتعاملوا مع فرق رفع الاثقال، وبدا يعمل لهم كورسات ودورات، وكان تدريبهم في وجودهم مع الفرق بتاعتهم. بدانا نحضر بطولات الجمهوريه معاهم، بطولات زي بطولات تشجيعيه او بطولات تدريبيه، لحد ما بقينا خلاص كواليفايد ان احنا فعلا نقدر نحكم. خدنا دورة تدريبية في الاتحاد وبقينا اوريدي اعتمدنا، كنا 7 على مستوى الجمهورية، واعتمدنا حكام محلي 2 في الاتحاد المصري لرفع الأثقال. بس ودي كانت محلي اول محلي 2 اللي هو بمعنى ايه؟ احنا عندنا التحكيم المصري، التحكيم بصفة عامة في محلي 2 ومحلي 1. محلي 2 اللي هو الكاتيجوري الأقل، بيقعد سنوات بينية معينة وبيعمل اختبار وبيبقى محلي 1. بعد محلي 1 برضو سنوات بينية وبيعمل اختبار تحريري وعملي اللي هو في بطولة، وبيتم تقييمه وبياخد محلي، بياخد دولي 2. بعد دولي 2 بيبدا دولي 1، ودولي 1 ده اعلى كاتيجوري في في التحكيم. وبالمناسبه انا رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لرفع الاثقال، وعضو لجنه المراه في الاتحاد الدولي لرفع الاثقال في الدوره اللي هي المفروض انتهت والانتخابات الجديده بدات، فان شاء الله يكون في تشكيل جديد عظيم. ويكون لينا حظ معاهم ان شاء الله. حضرتك هترشحي نفسك تاني؟ الحقيقه احنا ما يعني لظروف ما كنا فيها في رفع الاثقال في مصر، فمش اتندد ان احنا نكون في الترشيح، بس أوكي. ان شاء الله في وعد من الاتحاد الدولي تعيين. بالتعيين باذن الله. تمام، رائع جدا. لا سي في محترم بجد. اشكرك اشكرك. وفي مجال ديفرنت او يعني فعلا مختلف، مش كومن خلينا نقول يعني. بس ايه حبك في قصه اصلا التحكيم؟ يعني ليه؟ انا ده اللي انا عايزه اعرفه، ولا هي جت تدريجيا؟ والله هو طبعا في الاساس كان وليد الصدفه، لكن هو حبي للمجال الرياضي بصفه عامه. سواء دراسه سواء تحكيم، فهو اي حاجه في الفيلد في الرياضه فانا اوكي. كنت بتلعبي رياضه معينه؟ انا كنت بلعب سباحه وبلعب تنس، وده كان تخصصي كمان في الكليه. على مستوى محترف ولا لا على مستوى بطولات الجمهوريه؟ لا ما وصلتش لمستويات عليا يعني. حلو قوي. طب لو اتكلمنا عن رفع الاثقال تحديدا، لان احنا عندنا شباب وبنات على الصعيدين بصراحه محققين نجاحات رائعه جدا، حاجه كانت برده مش كومن في مجتمعنا، او ما كناش معتادين عليها، او ابتدينا مؤخرا نلاحظ ده بشكل كبير. فبتشوفي التطور اللي حصل ده ازاي، وازاي ممكن نكمل ونبقى افضل بكتير كمان؟ والله خليني اقول لحضرتك اني بصفه عامه ان مصر عموما بتشهد طفره في الرياضه كلها. صحيح. الدعم الرئاسي للرياضه ولبناء مصر الحديثه اللي هي يعني حتى في اهداف التنميه المستدامه، ان الرياضه هي بتستخدم وسيله للتنميه والسلام. وجود دكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة على رأس المنظومة، وهو راجل أكاديمي وتنفيذي في نفس الوقت، ده أضاف كتير جدا جدا للرياضة المصرية بصفة عامة. قبل ما أتكلم على رياضة رفع الأثقال،
دايما الجانب الاكاديمي بينقصه الجانب التنفيذي، ولو عندنا قياده تنفيذيه بيكون ينقصها الجانب الاكاديمي. لكن الحقيقه تتوفر في دكتور اشرف صبحي الشقين، الشق الاكاديمي والشق التنفيذي، فده ساعد كتير جدا على يعني بزوغ الرياضه المصريه في التوقيت الحالي. دي اول نقطه. تاني نقطه بالنسبه للرياضات الفرديه زي رفع الاثقال، دي كانت بيقال عليها الرياضات الشهيدة، اللي هي يعني ما كانش لها سبورت قوي، معظم الناس حقها مهضوم الى مش الكلام ده. مش في الوقت الحالي، احنا في الوقت الحالي شايفين طفرة على مستوى الألعاب الفردية كمان بصفة خاصة. صحيح. في الوقت الحالي. فحتة الألعاب الشهيدة دي كانت من فترة وجيزة، ولكن الحقيقه بجهود برضو وزاره الشباب والرياضه، معلش انا بنت وزاره الشباب والرياضه، ف ماشي معلش بس حقيقه دي الابطال، ما هو برضو طبعا الوزاره ليها دور والابطال ليهم دور، يعني لان باقل امكانيات بيقدروا يحققوا أكيد نجاحات كبيره. يعني اكيد اكيد هقول لحضرتك على طبعا دور الابطال ودور الجنود المجهولين من مدربين ومن منظومه رياضيه كامله، من مدربين، حكام، اداريين، اولياء امور واهالي للاعبين دول بيلعبوا وراهم. بس بالنسبه للشباب والرياضه، في حته ان يعني الناس كان عندها الالعاب الجماعيه وكره القدم، النهارده لا، الناس بقت بتقول العاب القوى، بقت بتقول تنس الطاوله، بقت بتقول رفع الاثقال، ودي كانت خطه ممنهجه يعني بدات فيها الوزاره في ان هي تعمل نشر وتوعيه وتوسيع قاعده ممارسه للالعاب الفرديه. بالإضافة إلى أن مصر طول عمرها من قديم الأزل في رياضة رفع الأثقال تحديداً عندنا أسماء رنانة على مستوى العالم، زي خضر التوني وزي شمس، يعني كتير كتير من الأبطال، أنا مش عايزة أعدد أسماء عشان ما أغلطش أو ما أنساش اسم حد، وبيستر المستقبل الحالي الأبطال اللي احنا سمعنا عنهم زي محمد إيهاب وزي سارة وزي محمود حسني في بطولة المكسيك. فالحقيقة مصر ولادة في مجال رفع الأثقال وبيشهد لينا العالم بده يعني. طيب جميل، عايز أسأل حضرتك بقى على تفصيلة كده، يمكن من الحاجات اللي لاحظناها كلنا وبتتكرر بقالها سنين، وإن كان نبرة الكلام فيها ابتدت تخفت نسبيا في الفترة الأخيرة، أكيد نظرا لاهتمام الدولة ولو في دعم كمان بقى أكتر من الأول. كتير من الرياضيين وتحديدا الأبطال اللي بيلعبوا ألعاب أو رياضات فردية وخصوصا ليها علاقة بالقوة، رفع أثقال، ملاكمة، كمال أجسام، كتير منهم كانوا بيشتكوا من أن طبيعة الرياضة اللي هم بيلعبوها واللي هم محققين فيها إنجازات كبيرة جدا بتحتاج دعم مادي يعني أكبر بكتير من غيرها يمكن من الرياضات. يعني يكفي بس النظام الغذائي المطلوب للعيبة كتير أبطال ما عندهمش القدرات المادية هم لوحدهم إن هم يقدروا يحافظوا على المستوى اللي هم فيه ده. هل الكلام ابتدى يتغير في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بدعم الاتحادات المعنية أو حتى الوزارة بشكل عام للرياضات الفردية والأبطالها؟ الحقيقه طبعا بدا يتغير. اللاعبين حقيقي الالعاب دي بتصرف كتير، لان هم بيحتاجوا بنيان عضلي قوي، بيحتاجوا اعداد نفسي، بيحتاجوا اعداد مهاري، اعداد خططي، كل ده بيحتاج جهود متضافره، ما ينفعش جهه لوحدها، يعني ما ينفعش اللاعب لوحده مع مدرب يقدر يعمل ده، الاتحاد لوحده ما يقدرش يعمل ده. فالحقيقه تضافر الجهود في الفتره الاخيره ما بين وزاره الجهات المعنيه، وزاره الشباب، اللجنه الاولمبيه المصريه، الاتحادات، المدربين في المحافظات مش بس في المنتخب أو في القاهرة، تضافر كل الجهود دي مع بعضها هو اللي بدأ يفرز الأبطال اللي احنا شايفينهم أو يخفف المعاناة. هم بيعانوا ومفيش حد هيوصل لبطولة أو للمستويات اللي احنا شايفينها من غير معاناة. كلنا عارفين ان الابتكار يعني هي المعاناة جزء، جزء ما بيخرجش من معادلة النجاح عموما. النجاح طبعا. النجاح ما بيخرجش من الرفاهية، النجاح دايما بيخرج من المعاناة. احنا مش عايزين نعاني بس، يعني مش لازم عايزين ننجح من غير ما نعاني. اللاعب لما بيتمرن 3 تدريبات في اليوم، التدريبة ممكن تكون ساعة، دي معاناة، دي احمال تدريبيه عليه. لما بيقتص من لا انا بتكلم عن المعاناه اللي هي انا عايزه حاجات معينه بينقصني كبطل، حاجات معينه ومش عارف احصل عليها، وفي نفس الوقت ممكن تكون قدرتي الماديه مثلا ما اقدرش ان انا استحملها مثلا، او هي تسع،
دي بتبقى مشكله انك بتخسر في الاخر بطل. يعني هو ده دي النقطه اللي كريم كان بيتكلم فيها تحديدا. يعني بس ربما دلوقتي في برضو فكره السبونسرز بشكل كبير، الرعاه موجودين بالزبط. الاتحادات ابتدت ان هي توفر على قد ما تقدر، فدي كلها خطوات تمام بيس. الاتجاه الحديث فعلا في عمليه استثمار الرياضه ووجود سبونسرز وعمل شركات لرعاه للرعايه الرياضيه، كل دي حاجات بدات تسهم في عمليه التمويل الذاتي او جلب ماديات علشان نخف من المعاناه بتاعه اللي اللاعبين بيتحملوها. يعني جميل، احنا يعني سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا. انا كان عندي اضافه صغيره طبعا يا دكتور، استاذنك قوي طبعا. انا اعتقدت ان السؤال هيجي فانا ما اختزلت الكلام. هو للاسف احنا اتفاجئنا من الوقت جري معاك بسرعه. طيب انا هي معلومه حاجه بسيطه قوي عايزه اقولها، ان جهود الدوله في ناحيه المعاناه اللي حضرتك كنت بتقولي عليها، ان الدوله عملت مشروعات، اهتمت بالمشروعات القوميه. المشروع القومي للموهبه، المشروع القومي للموهبه ده مش ممكن نحفله في حديثنا ابدا. اللي خرج منه محمود، اللي لان احنا عندنا في المكسيك شاركنا ب 12 لاعب ولاعبه، كان 8 منهم من المشروع، محمود كان من المشروع. فده احدى جهود الدوله في ان هي توفر مدربين وتوفر ماديات وتوفر تغذيه وتوفر حاجات كتير جدا، تكتشف موهوبين من مختلف الاماكن، ترعاهم، تاهلهم، تعمل لهم قياسات علميه وتوصلهم لان هي يكونوا زي الحضانات اللي توصل للانديه وللمنتخبات. واحنا دلوقتي بنبني ثمار المشروع ده. صحيح. لا وعايزه اقول لك كمان من ميزه هذا المشروع ان هو بيدي فرصه للمعتقد ان ما عندوش فرصه بالزبط. يعني للفكر ان هو ليس صاحب فرصه، يعني لان انت بتبقى بتروح القرى والمحافظات والاماكن اللي هي بيكتشفوا من اماكن يعني. بالظبط، فبيدي فرصه هذا البرنامج، وبعد كده بيرعى، ولو فعلا في موهبه بيكمل هذا الشخص بقى بمجهوده. لا هو كل التوفيق طبعا، وده مش بس في رفع الاثقال، ده في الرياضات كلها. فان شاء الله يخرجوا لنا ابطال يرفعوا اسم مصر بعد كده في اي محفل دولي، لان ده اللي احنا نرجوه كلنا باذن الله. نورتينا يا دكتور، متشكره واسفل الاطاله. لا ابدا ابدا، والله هو الوقت للاسف الصغير يعني. لا ساعدت بيكم ومتشكره جدا. اهلا بيكي دايما، وان شاء الله نلتقي بحضرتك مرات ومرات على خير باذن الله. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا.